ولهذا يروى أن رجلا في البحر انكسرت به سفينة، فلجأ إلى جزيرة في البحر لينجو من الغرق، فأنبع الله له عينا عذبة في هذه الجزيرة، وأنبت له شجرة كل صباح وكل مساء تثمر يأكل منها، وتفرغ للعبادة، عبد الله وسأل الله أن يقبضه وهو ساجد، فاستجاب الله له وأفنى مدته في هذه الجزيرة بالعبادة، وحقق الله له طلبه فمات وهو ساجد. فلما لقي الله عز وجل قال: ادخل الجنة برحمتي، ادخل الجنة برحمتي. قال: يا ربي وعملي، يعني كل حياته يعبد الله ويدخل الجنة برحمة الله، يعني ما يدخلها بعمله، يسأل الله عز وجل، هو بيعترض على الله لكن يسأل الله يعني لماذا إنه ما يدخل الجنة بعمله. قال الله لملائكته: حاسبوه. فحاسبوه فوجدوا عبادته لا تعادل البصر، لا تعادل نعمة البصر، وبقي النعم الأخرى ليس لها مقابل. فقال الله: ادخل النار، أمر بدخوله النار. فقال: يا ربي أدخلني الجنة برحمتك. قال: ادخل الجنة برحمتي. فتبين من هذا أن عمل الإنسان قليل، مهما لو أفنى حياته كلها ما تقابل أقل نعمة من نعم الله عليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ولهذا قال: لا أحصي ثناء عليك، أقر بالعجز عن استكمال الثناء على الله عز وجل.